منذ الساعات الأولى كان الرفض القاطع للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت دون أي تهاون أو تفاوض عنوان الموقف البريطاني الرسمي والشعبي عبرت عنه رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر بإدانات واتصالات عالية المستوى مع قادة دول العالم الداعمة للحق الكويتي. نعم، ورافقت الموقف الرسمي توحد الشعب البريطاني من خلال مسيرات شعبية متعاطفة مع الأصدقاء الكويتيين جابت شوارع العاصمة لندن معبرة عن كامل التضامن والتأييد لتحرير الكويت، فكان موقفا حازما حفرة في تاريخ وذاكرة الكويت. تحركات رسمية وشعبية في بريطانيا لرفض العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت في تسعينيات القرن الماضي، ومع الساعات الأولى أعلنت رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر موقفها بوضوح برفض هذا العدوان، وأجرت العديد من الاتصالات مع قادة العالم ومن بينهم الرئيس جورج بوش الأب وقادة الاتحاد السوفيتي، رافضة أي تهاون أو تفاوض قبل تحرير دولة الكويت في ذات الوقت الذي كانت المسيرات الشعبية للبريطانيين وطلاب دولة الكويت وأبنائها تطلق حملة فري كويت، والتي جابت الشوارع في أكبر دعم شعبي وسياسي بشكل متواصل. حتى مع استقالة تاتشر واصل رئيس الوزراء جون ميجر العمل من أجل تحرير دولة الكويت. اتخذ قرار الحرب واتخذ قرار العمل الدبلوماسي من أيام حكومة تاتشر، وده يمكن في الساعات الأولى من الغزو في أول 3 أو 4 أيام، وبالتالي لما تغيرت رئاسة الوزارة من تاتشر إلى جون ميجر، وجون ميجر ما تنساش كان وزير خارجية، فهي استمرارية للسياسة وكل العمل اللي هو نفذ اللي موجود، لأن القوات البريطانية كانت موجودة هناك وهي بالفعل كانت أول القوات اللي توصل، وكانت السياسة البريطانية هي اللي فعلا كانت رأس الحربة في عملية تحرير الكويت. السياسة الدولية وصياغة قرارات مجلس الأمن بريطانيا هي اللي احتملها، فهنا أن التحالف الدولي كله مصدره الشرعية الدبلوماسية السياسية كانت بريطانيا. وقبل بدء العمليات العسكرية توجه رئيس الوزراء جون ميجر إلى السعودية للتأكيد على الدور القيادي والعسكري والسياسي الذي تلعبه بريطانيا في أكبر عمل عسكري نوعي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتحرير جزر فوكلاند، بحسب ما أكده قائد القوات البريطانية في حرب تحرير الكويت. كنت أعلم أن هذه العملية ثلاثية بمشاركة القوات البحرية والبرية والجوية، والخبرة الكبيرة في حرب الفوكلاند وعملي في العديد من دول الشرق الأوسط وقع الاختيار عليه لقيادة القوات البريطانية، وخلال هذه الفترة أكدت لي تاتشر وكذلك الرئيس بوش الأب على أهمية تحرير الكويت، وكان التحدي الأكبر في البداية هو وقف تقدم صدام حسين نحو السعودية، ومع فشل المفاوضات بدأت العمليات العسكرية التي دارت حسب الخطة وتم تحرير الكويت، وأنا أفتخر بما قمت به وحصلت على وسام من دولة الكويت ومن الرئيس بوش تقديرا لخبرتي ودوري الذي لم يكن بسهولة على أي شخص قيام به، وأعلم أنه ربما كان هناك من هو أفضل مني، لكن خبرتي بالعمليات العسكرية والمنطقة حسمت الأمر. دور تاريخي لعبته بريطانيا على المستوى السياسي والعسكري في تحرير دولة الكويت من العدوان العراقي الغاشم في تسعينيات القرن الماضي، مما يؤكد على متانة العلاقات بين البلدين. جمال شاهين، تلفزيون دولة الكويت، من أمام وزارة الخارجية البريطانية، لندن.